السلام عليكم. اليوم موضوعنا راح يكون عن مكمل غذائي اللي هو زيت السمك، والذي يعرف باسم أوميغا 3، موجود على شكل كبسولات جيلاتينية بحجم 1 جرام. يعتبر زيت السمك من الأحماض الدهنية الأساسية التي يجب الحصول عليها عن طريق الغذاء. متى يستخدم علاج الأوميغا 3؟ يستخدم في حالات ارتفاع الدهون الثلاثية اللي هو الهايبر ترايجلسيرايديميا. يجب على المريض المصاب بارتفاع الدهون الثلاثية في الدماغ الجرعة الموصى بها كبسولة إذا إلى 3 كبسولات يوميا مع الأكل. طبعا زيت السمك أو الأوميغا 3 كثير مفيدة جدا لذاكرة الدماغ، وأيضا بيحسن من انسيابية الدم في الجسم. في تحذير لازم ننتبه له لما نستخدم الأوميغا 3، إنه إذا كان الشخص بيستخدم مضادات للتخثر أو مضادات للتجلط، يجب إنه ما ياخذ الأوميغا 3، لأنه راح يزود من احتمالية حدوث نزيف. وبشكل عام الأوميغا 3 ما له آثار جانبية، وآمن للمرضع وللحامل حسب الدراسات. إذا وصلت نهاية المقطع اضغط على الزائد وضع إشارة القلب، وإذا عندك أي استفسار شاركنا بالكومنتات، وشكرا.